وللمزيد حول تطورات الأوضاع في سوريا ينضم إلينا من مدينة إسطنبول السيد أحمد رمضان عضو الائتلاف السوري المعارض. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، لماذا يتمسك النظام السوري ببقاء الميليشيات الإيرانية في سوريا رغم أن النظام يصرح في أكثر من مناسبة أن قواته سيطرت على معظم الأراضي السورية؟ لا شك تعلمون جيدا أن النظام منذ بداية الأزمة كانت تربطه علاقات وثيقة مع الإيرانيين وتحديدا مع الحرس الثوري الإيراني الذي قام بتدريب قطاعات واسعة من ميليشيات النظام على التصدي للمظاهرات بناء على خبرة أيضا النظام الإيراني في مواجهة احتجاجات 2009، وبالتالي كان هناك نفوذ إيراني متنامي في أجهزة الأمن، في الجيش، في مؤسسات الدولة السورية. عندما اندلعت الانتفاضة في 2011 ثم تطورت إلى ثورة شعبية، النظام استعان بالميليشيات الإيرانية واستعان بحزب الله، لكنها فشلت في حتى 2013 في هذا الموضوع إلى أن تدخل حزب الله في القصير وفي غيرها من المناطق، ثم جاء الروس بعد ذلك بعد فشل المحاولات الإيرانية لإخماد الثورة الشعبية السورية. بعد هذه الفترة بدأت مرحلة أخرى حقيقة من التغلغل الواسع النفوذ لإيران في مفاصل الدولة والمجتمع في سوريا تسير على النحو الآتي: هناك تغلغل في أجهزة الأمن بمعنى خضوع أجهزة كاملة للسيطرة الإيرانية، هناك خضوع لقوات عسكرية أيضا للنظام وسكنات كاملة لصالح الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية، وهناك أيضا سيطرة على مناطق واسعة الآن في سوريا تتم من خلال بناء حسينيات، بناء مراكز طائفية، مراكز لمحاولة تغيير الهوية المجتمعية في سوريا، آخرها على سبيل المثال ما جرى في البوكمال، يعني إشاعة يتداولونها حول أن ناقد الإمام علي جلست في إحدى المناطق فسيطروا على المنطقة وأقاموا هناك مركزا طائفيا لهم في حلب في منطقة المشهد، أيضا تم السيطرة على قطاع واسع من الأحياء هناك من أجل أيضا محاولة تغيير هوية الدولة والمجتمع في دمشق كذلك في منطقة الساحل. إذن هناك أجندة إيرانية متكاملة مع مسألة التهجير القسري الذي تعرض له السوريون على سبيل المثال عمليات التهجير التي جرت في الغوطة في ريف دمشق، صاحبها أيضا عملية توطين لقرابة الآن الأعداد تتحدث عن الأرقام عن حوالي 100 مليوني نسمة من المرتزقة من عوائلهم الذين جلبتهم إيران من الخارج. طب مصادر صحفية سورية تتحدث عن منع النظام لسكان أطراف دمشق لا سيما حي القابون من العودة لمنازلهم، في المقابل هناك تسهيلات من قبل النظام فيما يخص بيع منازل السكان هذه إلى التجار إيرانيين، يعني في أي إطار تندرج مثل هذه الممارسات من قبل النظام؟ صحيح، وهو أوسع مما تفضلت به، هناك أعداد كبيرة جدا بالآلاف وبعشرات الآلاف إما منعوا من العودة إلى مناطقهم أو بنيت لهم مراكز إيواء لا يسمح لهم بمغادرتها. على سبيل المثال في حي جوبر وفي منطقة الغوطة تم هدم قرابة 150 مسجد حتى الآن من المساجد الموجودة هناك، بينما يجري في المقابل فتح مقرات وحسينيات لأحزاب وميليشيات طائفية إيرانية، وبالتالي عملية السيطرة والتغيير الديموغرافي متسارعة جدا في تلك المناطق. القانون رقم 10 الذي عمل النظام على استصداره وقبله القانون 66، هذه القوانين هي تعكف على مصادرة عقارات ومنازل تصل إلى حوالي 3 ملايين عقار في سوريا بحجة أن أهلها ليسوا موجودين، وبالتالي تتحول الملكية بشكل مباشر إلى الميليشيات والمستوطنين والمرتزقة الإيرانيين. إيران هي الخطر الأكبر والداهم الآن في سوريا، وهي التي تتحكم الآن بمفاصل النظام ولديها وسائل عدة وهي موجودة فعليا على الأرض. طيب، وخطرها ليس حقيقة في دمشق، هو يبدأ من حدود العراق
ومستمر إلى ساحل المتوسط، في الرقة، في دير الزور، في البوكمال، كل هذه المناطق الآن هناك عمليات تغيير للهوية ومحاولة طيب أستاذ أحمد، تغيير عقيدة. النظام أعلن في وقت سابق عن عفو عام، هل ما يواجهه المهجرون السوريون اليوم في بلدهم يدل على وجود تطبيق لقرار عفو عام معلن عن النظام؟ هذه جزء من الأكاذيب والتضليل الذي يتبعه النظام، ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. معظم الذين استفيدوا من هذه المحاولات هم عناصر من النظام ارتكبوا جرائم فيتم إعفائهم من المسؤولية نتيجة هذه الجرائم، أو هو يحاول أن يضلل البعض ويستدرجه إلى مناطقه، إما لعمليات الابتزاز المالي التي يقوم بها، أو لإيقاعهم في شباكه واعتقالهم نتيجة شكاوى أو دعاوى شخصية. الآن هناك ظاهرة انتشرت في منطقة درعا وحوران وفي مناطق ريف دمشق، هي اعتقال أشخاص بدعوى أن هناك دعاوى شخصية رفعت ضدهم من أشخاص آخرين وليس من قبل النظام. عدد المعتقلين يزيد عن 8000 شخص حتى الآن نتيجة هذه المحاولات التي تجري، وبالتالي هنا هذه يعني يستخدمها النظام لتنظيف سجله وسجل المجرمين لديه، لكن يوميا هناك أعداد جديدة من المعتقلين ومن المختفين قسريا، وهناك أيضا أعداد موثقة من قبل منظمات حقوق الإنسان حول عدد الضحايا الذين يتوفون تحت التعذيب بشكل يومي لدى النظام. كان معنا من مدينة إسطنبول سيد أحمد رمضان عضو الائتلاف السوري المعارض، شكرا جزيلا لك.